يسعد اوقاتكم. نشأة اخبارية جديدة بنضل فيها عبر شاشة عربيكا، ومثل كل اسبوع لدينا تغطية حصرية للنجوم اللي بتحبوهم من لبنان، بلاد العربية وبلاد الاغتراب. باليوم الرابع من شهر رمضان المبارك بدي لكم كل عام وانتم بألف خير، وان شاء الله يكون هالشهر الكريم حامل معه كل خير وبركة لكل بيت عربي في كل العالم. خلينا نبدأ نشرتنا من مهرجان موازين بالتغطية بالجزء الثالث، وبدنا نروح لحتى نشوف تفاصيل حفل النجمة إليسا، إطلالتها المميزة، الجمهور الكبير اللي حضر لحتى يغني على أغنيتها الرائعة، إضافة إلى لقاء حصري تحدثت فيه عن فرحتها من شدة أكيد النجاح اللي حققته بمهرجان موازين ولقاء الجمهور الكبير مثل ما قلنا، إضافة عن جديدها وتحضيراتها المقبلة. كيف الأجواء من موازين مع إليسا؟ نتابع سوا. نشرت مؤخرا صفحة ورد ميوزيك وورد الفنانين الأكثر تداولا على الفيسبوك، وأنت النجمة العربية الوحيدة في هذه القائمة، واحتليت المرتبة 11 ضمن قائمة 20 اسم. وسؤالي، هل هناك سياسة معينة تنهجها إليسا لتسيطر على مواقع التواصل الاجتماعي؟ وهل نجومية أصبحت اليوم رهينة بسوشيال ميديا؟ لا هلا لا، يعني ما في تكتيك معين بعمله، بس انه او في نجاح او ما في. يعني انا قلت لك بحيلا شغله حتى بتعاطيه مع العالم على السوشيال ميديا، بحرص انه ما يكون يعني حتى اوقات ناس بتسبني على السوشيال ميديا، ماكسيمم بعمل بلوك، يعني بعمل شغله بقول انا ما رح ارضي كل العالم، بعمل لازم اعمله، يعني انه ويتسيبز الطريقة اللي أنا عم بشتغل فيها عم بتخليني دايما أطلع، يعني سو الحمد لله، يعني بلا حسيدة لهلأ. كان في سؤال تاني، وأكيد بيسعدني يكون يعني بين أهم 20 اسم بالعالم وكون لبنانية والعربية الوحيدة، يعني ما في شيء عليه غير أنه أنا بفتخر بهالشي. طبعا برامج اكتشاف المواهب الجديدة اللي أنت عضو تحكيم فيها، عايز أعرف إليسا شخصيا، هل هي حابة تكون موجودة في البرنامج ده؟ وإن شاء الله بعد السنة دي ما تخلص هتكوني موجودة لو طلب منك السنة الجاية. أكيد أنا مستفيدة من كل النواحي، إعلامياً، مادياً، إكسبوجر لإليسا أكيد مستفيدة. بعدين صار عندي، يعني أنا شاركت بأول، يعني بأول بالسيزن مختلفة كلياً عن اللي عملتها الـ MBC، كانت الشغلة جديدة لإلي، لقيت حالي بهالنسخة، يعني بعتبر انه هي اول نسخه جديه انا بعملها، اتطورت وصار عندي خبره اكثر انه كيف اقدر اقيم اشخاص وكونتستنت موجودين قدامي بيزد على موهبتهم، وخصوصا يعني باكس فاكتور الموجود هلا في كونتستنت، لانه لما يكون في مشتركين قويه معناتها البرنامج قوي بصحة السلامة، لما بيكون العكس معناتها البرنامج ضعيف وما رح يكمل. سو انا ممكن ارجع اعمل سيزن تانية، واكيد مبسوطة لانه في كامستري، يعني اذا بدي جدد مبسوطة لانه في كامستري بيني وبين راغب علامة وبين دنيا سمير غانم، ومن جميع الاصعدة طبعا يعني مبسوطة، يعني انه بفتكر جاوبتك على سؤالك. سو في الكويت إحدى المعجبات تقدمت إليك بباقة ورد فقمت بإبعادها، ألم يصعب عليك الأمر شيئاً ما ربما مع معجبة؟ رح جاوب على السؤال. أول شيء مش مزبوط، وبنكره جملة وتفصيلاً، أنا ما بحياتي، أنا إذا بدي بعد شخص عنه أنا ببعده، لأنه دايماً معي سيكوريتي، وإني يعني إذا في شيء كتير عالم عجقة بيحب يحطون عند حدهم، لأنه أوقات تبقى أنت طالع وخلص انه بدك تطلع لبرا، سو يعني برفض السؤال، يعني مش حتى انه اجاني قلب، انا انسانه، واذا بتشوف قد انا بتفاعل مع الفانز عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتعرف انه انا اكثر شخص عنده هالقد تفاعل، يمكن انا اكثر شخص بالوطن العربي عنده هالقد فولورز ونمبر 1 على تويتر. يعني السؤال جاوبتك عليه لانه سالت، بس هو مش مزبوط، وبرفض هالنوع من الاسئله لانه هيك لا، انه مش صعب علي، يعني ما بعملها حتى يصعب علي، يعني عرفت شو قصدي؟ لا مش مزبوط. هلا ما راح شارعك، انا ما في فيديو انا عم بدفو الشخص، سو ستوب، خلص السؤال. الجلال والجمال.
تتكرر مع نجمتنا اللبنانية العربية والعالمية إليسا لما بتطل على جمهورها، وأكيد تابعتوها من 4 سنوات لما كنا بموازين، واليوم تعود والمراية تنعكس بالنجاح اللي برفقها وين ما كان. ألف مبروك النجاح الليلي بموازين. مرسي. يبارك بعمرك. ليش محبين؟ بعرف. شو يا معلم؟ أنا بموت عليها، هي حب كل حياتي. نرجع على نجاحك الليلي، عن جد ألف مبروك هذا النجاح اليوم. Thank you. أنا كتير مبسوطة صراحة، ما بحب طول لأنه من أحلى جمهور المغرب، هيك بتنبسط بتشوف، هيك ما بتعود يخلص العالم قدامك. كانت حفلة رائعة والعالم كتير 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 حلوين. أكيد دائما بنقولك لمين بتهدي نجاحك، يعني بعد بالي دي كونغريب من كم أسبوع واليوم هون الجمهور، يعني آخر شيء إنه نحنا، إنه إذا ما إجا عالم وحضرونا نحنا شو قلنا؟ نعم. يعني حقيقة نحنا إنه قيمتنا بقيمة الناس اللي بحبونا واللي بيجوا بيحضرونا. نعم نعم. ليلى حتى اللباس مختلف. جامب سوت. بلشت اسمر شوي على البحر، صار دارج الابيض هلا. لسه اكيد نحن بنقدم عمل، دائما اغنيتك بتقدميها بتنجح قبل ما تتصور بكليب، ولكن يا مرايتي كان عندها نجاح كتير كبير. اولا نصور اغنيه ناجحه بيبقى بنقول انه كيف بدنا نجيب الصوره تكون قد نجاح الاوديو، فكيف فكرتوا بهالموضوع الحلو والحساس فعلا تزيدني نجاح يا مرايتي؟ حقيقه هي فكره انجي جمال. اول شيء استغربتها، بعدين قلت انا ليش بدي استغربها، هيدا واقع، خلينا نجسده. أنا أعطيت أحسن ما عندي، وطبعاً هي مخرجة كتير شاطرة. النتيجة كانت جداً 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 مهمة، وواضح أنه أخذ سكسي الكليب بشكل مش غريب، لأنه وصل المسج اللي إحنا بدنا نوصله. يعني أنا اليوم تفاجأت بالمؤتمر الصحفي كلهم عم يسألوني عن الكليب، يعني مش عم يسألوني عن أي شيء تاني، يعني هو الكليب الحدث هلأ عم يسألوني عنه. بالكليب شفنا ناحية جديدة فيكي، وهي أنك فعلاً بتصلح تكوني ممثلة وأبواب التمثيل مفتوحة للجميع. لا لا، بس تمثيل بكليباتي، بقدم أحسن ما عندي بكليباتي. حفلك المقبل وين؟ عندي بالأرز، مهرجان الأرز اليوم أعلنوا عنه. عندي بالسويد. وين أمين؟ بالسويد، وات إيفر، بلندن، وبلبنان بعد حفلتين. anyway. لا مش أهل. شو بتقول لك المحبينك بكل العالم؟ بقول لهم الله يزيدهم، وان شاء الله بقدر اشوف انه كل العالم اللي بتحبني بكل بلد يا رب يعني.